نكمل سفر عزراء الإصحاح الثامن. بعد التسبيحة الجميلة اللي قدمها عذرا لله نتيجة إحساسه بتلك اليد الصالحة، اليد القوية، اليد المقدسة اللي هي بتسنده وبتقوده، ابتدى يذكر أسامي الرؤساء اللي هما هيرجعوا معاه مرة تانية إلى أورشليم، وهؤلاء هم رؤوس أبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحسة الملك من بابل، من بني فنحاس جرشوم، من بني أشيمار دانيال، من بني داود حطوش، من بني شكنية، من بني فرعوش زكريا، وانتسب معه من الذكور 150. ابتدى الأول يذكر الناس اللي طلعت من نسل الكهنة، وبعدين الناس اللي طلعت من نسل الملوكي اللي هو من نسل داود، وبعدين من بقية الشعب. من بني شكنيا ابن يحذائيل ومعه 300 من الذكور، من بني عادين عابدين يوناثان ومعه 50 من الذكور، من بني علام يشعيا ابن عثليا ومعه 70 من الذكور، ومن بني شفتيا ذبديا ابن ميخائيل ومعه 80 من الذكور، من بني يؤاب عبديا ابن يحيئيل ومعه 218 من الذكور، ومن بني شلوميس ابن يوشبيا ومعه 160 من الذكور، ومن بني باباي زكريا ابن باباي ومعه 28 من الذكور، ومن بني عزجد يوحنان ابن هافاتان ومعه 110 من الذكور، ومن بني أدونيقام الآخرين، وهذه أسماءهم: أليفالت ويعائيل وشمعيا ومعهم 60 من الذكور، ومن بني بغواي عتاي وذبون ومعهم 70 من الذكور. لكن ازاي الجمع ده كله هيرجع وهيمشي؟ بيوصف منظر جميل قوي لعودتهم. في عدد 15 يقول: فجمعتهم الى النهر الجاري الى اهوى، ونزلنا هناك 3 ايام. حطوا خط تحت الايه دي لانها جميله قوي. بدايه التحرك بتاعهم انه جمع الشعب كله اللي نازل معاه عند النهر الجاري. نهر جاري يعني ايه؟ ماء حي، رمز المعمودية كبداية. وقعدوا هناك مدة 3 ايام، وعارفين ان 3 ايام في الكتاب المقدس باستمرار اشارة للقيامة، لحياة التجديد. وكأنهم هم عايدين وراجعين الى اورشليم اجتازوا اختبار المعمودية في ذلك النهر الجاري، والمعمودية في معناها موت وقيامة لحياة جديدة، مدفونين معه في جرد المعمودية، حتى كما أقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة أو في حياة جديدة. وكأن نقطة الانطلاق بتاعتهم من خلال هذا الاختبار من عند النهر الجاري ومن 3 أيام. وتأملت الشعب، تعبير لطيف قوي ان هو قاعد يبص للناس اللي معاه، والكهنة ولكني لم اجد احد من اللاويين هناك. بس قاعد يدور على احد من اللاويين، اللاويين دول المسؤولين عن خدمة الهيكل، ما لقاش حد رجع من اللاويين. واللي كانوا رجعوا اول مرة مع زروبابل كان عددهم 74 قليل، وفي ثاني مرة ما حدش برضك رجع، برغم ان دول اصلا وجدوا من اجل الهيكل. وعجيبة ان يبقى في ناس وجدت من اجل المسيح لكن رفضت المسيح او ما اخدتش المسيح نصيبها. ياما ناس كانت دعية كمسيحيين وكان المسيح ليهم وهو نصيبهم، لكن رفضوا هذا النصيب واختاروا ان هم يبقوا في اماكنهم من اجل الذات ومن اجل المتعة ومن اجل الخيرات الجسدية اللي هم اتعودوا عليها. فارسلت الى اليعاذر
وأرئيل وشمعية وألناسان وذيب وألناسان وناسان وذكرية ومشلام والرؤوس وإلى يوناريب وألناسان الفهيمين. تعبير حلو على الناس ان هو يقول عنهم ان هم بيفهموا يعني. وارسلتهم الى ادو الرأس في المكان المسمى كاسيفيا وجعلت في افواههم كلاما يكلمون به ادو واخوته النسيما في المكان كاسيفيا ليأتوا الينا بخدام لبيت الهنا. فوصى مجموعة من اجل ان هم يروحوا يدوروا على مجموعة من اللاويين تيجي تخدم في بيت الله، لان كان ممنوع الخدمة الا للاويين فقط، هم اللي يقدروا يخدموا في الهيكل. فاتوا الينا حسب يد الله الصالحة علينا. لثالث مرة يكرر هذا تعبير ان هم لقوا ناس، بس مش واقع الامر مش نتيجة تدويرهم، لكن بينسب ان اللي لقوه ده حسب يد الهنا الصالحة علينا، واعتبروا ان ده عطية من الله، ان الله يرتب خدمته. برجل فطن من بني محلي ابن لاوي ابن اسرائيل وشربية وبنيه واخوته 18، جابوا لهم 18 واحد من اللاويين، وكان مش من اي نوع من اللاويين كمان، لكن بيوصفه بانه رجل فطن. فطن يعني ذكي وعنده حكمة وعنده معرفة لله. ففرح جدا بال 18 دول اللي حينضموا للفريق اللي بيخدمه في بيت الله. حتى السيد المسيح كده لما بيقولون اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده، ان ربنا هو اللي بيبعت الخدام، مش الناس هي اللي بتدور على الخدام وبتلاقيها، او الناس هي اللي بتعد الخدام، لا، الله هو اللي بيبعت الخدام. عشان كده اعتبر عذرا ان يد اله الصالحة هي اللي بعتت خدام ان هم يخدموا في بيت الله. وحشبيا ومعه يشعيا من بني مراري واخوته وبنوهم 20، ومن النسينا الذين جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة اللاويين من النسينا 220، الجميع تعينوا بأسمائهم. يعني تعينوا بأسماء النسينيين اللي هم جماعة الجبعونيين اللي جم وانضموا لجماعة إسرائيل، لكن لأنهم خدعوا يشوع بن نون وضعوا عليهم ان هم يشتغلوا في حاجتين، مستقوا ماء ومحتطبوا حطب لبيت الله، يعني يملوا مية عشان الذبائح وعشان تنظيف البيت ويقطعوا حطب. لا، مش من شعب الله اصلا، كانوا الجبعونيين، لكن احتالوا على يشوع وانضموا واخدوا عهد منه. دول لخدمة اللاويين، لمساعدة اللاويين. ايوه، لكن انضموا تهودوا صاروا من شعب الله. هو بيحدد هنا يقول اهو لخدمة اللاويين، لمساعدة اللاويين، لكن اللي بيقوم بالعمل الرئيسي اللاويين. خدعوا يشوع لما ربنا قال له الشعوب الوثنية اللي موجودة في وسطك بدها موتها، لكن هم خافوا من الوعد ده فراحوا لبسوا هدوم مقطعة وخدوا عيش ناشف وقالوا له احنا سمعنا ان الرب معكم واحنا ساكنين بعيد عنكم، فاقطعوا لنا عهد انكم ما تموتوناش. فراح فعلا يشوع بن نون قطع عهد واتخدع، وبعدين تاني يوم فوجئ بيهم ان بلدهم في وسط ارض الموعد، ارض كنعان، لكن ما قدرش يعمل لهم حاجة لانه كان قطع لهم عهد. فراح وضع عليهم ان هم يبقوا مستقوا ماء ومحتطبوا حطب. وناديت هناك بصوم على نهر آهو لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. الآية دي جميلة قوي قوي، وبتدي مفهوم حلو للصوم العائلي، الصوم الجماعي.
ان هو صام وتذللوا امام الله من اجل ان يطلبوا من ربنا طريقا مستقيمة نعمل ايه ونمشي ازاي، ومش بس ليهم، لنا ولايه ولاطفالنا ولكل ما لنا. في صوم جماعي ابتدوا يلجأوا الى الله، وفي تذلل وفي توبة الكل ابتدى يقول لربنا نعمل ايه، ايه الطريق الصح المستقيمة، طريق الدغري اللي نمشي فيها. لاني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا، لانه كان راجع بعطايا وفضة وذهب تقدر بمليون ونص. يعني لما قعدوا يحسبوا الحاجات اللي راجع بيها كان معاه فضة وذهب تقدر بمليون ونص ليرة انجليزية، مبلغ كبير جدا. فكان عرضة وان هو في الطريق لهجمات الناس، وده مسافر ما يقرب من 4 لـ5 أشهر وبيعبر مناطق كتيرة. فكان خايف اولا الناس اللي هتعطلوا وتحاربوا، وبعدين قطاع الطرق اللي هيحاولوا ان هم ياخدوا الحاجات دهيت منه. فكثف انه يقول للملك اديني جيش وفرسان يحرسونا في الطريق. ليه؟ لينجدونا على العدو في الطريق، لاننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا لرابع مرة على كل طالبيه للخير. اذا كان عزرا بيكلموا عن اله القوي، الايد اللي بتحرس وبتحمي، فمش معقول هيقول للطالب اديني جيش عشان يحرسني عشان اوصل الحاجات دي للاله بتاعي. هيقول له طبعا ما الاله بتاعك يحرسك، اذا ما كانش قادر يحرسك انت مودي له الحاجات دي ليه؟ دي لغة انجليزية، كانت اللغة بتاع عملة التعامل في القرون القديمة خالص، اللي هي بتعادل الجنيه الاسترليني دلوقتي. شوف بقى يعني مليون ونص في هذا الزمن يطلع لهم قد ايه. فهنا شوفوا نظرته باستمرار لايدين الله، ايدين الله الصالحة اللي بتعطي، ايدين الله الصالحة اللي بتحرس واللي بتنجي. فكان ايمانه انه حاسس انه في موقف خطير، وانه معاه شعب كبير ومعاه غنائم كتيرة ومعرض لاخطار ومعوقات كتيرة، فما كانش منه الا انه رفع صلاة ورفع صوم بتذلل امام الله من اجل ايدين ربنا دي تستمر معاه وهي اللي تحرس وتحافظ عليه. لانه اخبر الملك ان يد الهنا على كل طالبيه للخير. حلوة الآية دي، ان كل انسان بيطلب ربنا ايدين ربنا بتكون للخير لكل انسان بيطلبه، سواء بالعطية او بالمساندة او بالحفظ او بالرعاية او حتى لو للتأديب ايضا هو للخير. وصولته وغضبه على كل من يتركه. الانسان اللي بيطلب ربنا ايدين ربنا للخير، لكن الانسان اللي بيبعد ربنا بيبقى معرض نفسه لغضب الله. فصمنا وطلبنا، وهنا اقتران الصوم بالصلاة. معرفش ليه ما حطوهاش في الاسم دي، يعني لانه بالرغم ان كان هو في موقف خطير جدا والله عمل معاه عمل عظيم جدا بسبب الصوم والصلاة اللي قدمهم. صمنا وطلبنا وذلك من الهنا، فالتعبير اللطيف اللي قاله فاستجاب لنا، ده كان اختباره ان الله بيستجيب فعلا للاصوام وللصلوات اللي هي بترفع. شوفوا لما بيبقى القائد ليه اختبار حلو روحي وعميق وشركة عميقة بينه وبين الله، فعلا بيحقق لنفسه ولشعبه علاقة قوية جدا ومجد. وافرزت من رؤساء الكهنة 12 شربية وحشية ومعهما من اخوتهما 10، ووزنت لهم عين 12 واحد من الكهنة الكبار، وذكر اسم 2 منهم ومعهم اخواتهم 10، دول من الكهنة مش من اللويين. هو اللويين اللي رجعوا له 18، ايوه، لكن الكاهن حاجة واللاوي حاجة تاني. الكاهن من ست من عائلة هارون، لكن لويين في مجموعة قيهات ومراري وجرشوم.
وكان في سفر الخروج بنشوف ان كل عيلة من العائلات دي عمل معين في الخدمة، خيمة الاجتماع. ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية، وآنية تقدمت بيت إلهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤسائه وجميع إسرائيل الموجودين. وزنت ليدهم 650 وزنة من الفضة، ومئة وزنة من آنية الفضة، ومئة وزنة من الذهب، وعشرين قدحا من الذهب، 1000 درهم، وآنية من نحاس ثقيل جيد ثمين كالذهب. وقلت لهم: أنتم مقدسون للرب، والآنية مقدسة، والفضة والذهب تبرع للرب إله أبائكم، فاسخروا واحفظوها حتى تدنوها أمام رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء أباء إسرائيل في أورشليم في مخادع بيت الرب. حتى شوفوا مع العمال اللي هم موظفين مسؤولين عن الأمور المالية، ويريت ان ده يبقى موجود في الكنيسة، الناس اللي مسؤولة عن الأمور المالية اهتم انه يحط جواهم انطباع ان هم ايه، مقدسين للرب، وان هم بيتعاملوا مع ربنا، انه مش مجرد وظيفة بيعيشوها او بيترزقوا منها، لا، ده تقديس كامل لله. عشان كده وصاهم: اسهروا، خليكم صاحيين، واحفظوا لحد ما تسلموا الامانة اللي معاكم دي في مخادع بيت الرب او في مخازن بيت الرب للكهنة واللويين اللي موجودين في اورشليم. وهنا بيعدهم الاعداد الروحي السليم من اجل ان هم يكونوا امناء في ان هم يوصلوا الامانة لحد بيت ربنا. فاخذ الكهنة واللاويون وزنة الفضة والذهب والآنية ليأتوا بها الى اورشليم الى بيت الهنا. ثم رحلنا من نهر اهو في 12 من الشهر الاول لنذهب الى اورشليم، وكانت يد الهنا علينا. للمرة الخامسة بيذكرها. انسان شايف ايدين ربنا باستمرار في حياته. وكانت يد الهنا علينا فانقذنا من يد العدو الكامن على الطريق. حطوا خط تحت الكلمة دهيات. العدو الكائن على الطريق والكامن على الطريق. ان الاستمرار في طريق ربنا لازم نعرف ان في عدو، وهذا العدو كامن مستخبي، بس قال على الطريق مش في الطريق. في فرق بين الاتنين، في فرق بين على الطريق من في الطريق. ها، ان العدو ايه؟ لا، مش بس مجرد وقتي، ان العدو في الجنب، ما يقدرش يبقى في الطريق، ما يقدرش يخش في طريق ربنا، لكن هو يقدر يكمن على الطريق، مستني انه يصطاد الناس، مستني اي حد يجنح كده بره الطريق شوية ويلقطه. لكن الانسان اللي ماشي في الطريق، في وسط الطريق، الانسان ده ما يقدرش العدو الكامن انه يقرب منه. زي بالظبط الراعي والقطيع، الخروف اللي يتاكل من الديب عمره ما يكون ابدا كان في وسط القطيع، لازم تبص تلاقوه ان خروف جنح طلع بره الطريق شوية. ده اللي بيبقى سهل انه يتلقط، انه يتاكل. عشان كده كان اختباره الحلو انه انقذنا من عدو، من يد العدو والكامن على الطريق. فاتينا الى اورشليم واقمنا هناك 3 ايام. هتلاحظوا ان موضوع 3 ايام ده عمال يتكرر كتجديد لاختبار القيامة باستمرار في حياة الانسان. كل وقفة. وهنا بنشوف ان 3 ايام بتتكرر باستمرار وقفتها للانسان اللي بيحرص على تجديد اختبار القيامة، ان كل شوية ياخد قوة القيامة في حياته. وفي اليوم الرابع وزنت الفضة والذهب والآنية،
في بيت إلهنا على يد مريوس ابن أوريا الكاهن، ومعه أليعاذر ابن فنحاس، ومعهما يذابد ابن يشوع، وتوعيديا ابن بنوي اللاويان بالعدد والوزن للكل، وكتب كل الوزن في ذلك الوقت. وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل 12 ثورا عن كل إسرائيل، و96 كبشا، و77 خروفا، و12 تيسا ذبيحة خطية، الجميع محرقة للرب. وأعطوا أوامر الملك لمراذبة الملك وولاة عبر النهر، فأعانوا الشعب وبيت الله. وهنا أول عمل عملوه لما وصلوا إن هم أيضا قدموا ذبائح شكر، وقدموا ذبائح توبة، ذبائح خطية لوصولهم واعترافهم بأن بعدهم عن أورشليم كان أيضا نتيجة خطيتهم، لكن بيقدموا شكر لله ومحرقات سلامة من أجل عمل الله اللي عملوا معاهم، إن هم وصلوا وقدروا يوصلوا الهدية اللي معاهم اللي موجودة بالعدد وبالوزن إلى خزينة بيت الله. وبعدين ودوا أوامر الملك للمراذبة اللي هم المسؤولين زي بتوع الشرطة يعني، يقول فأعانوا الشعب وبيت الله. وفعلا كل التوصية اللي رجع بيها عذراء